السلام عليكم، معكم المهندس محمد جمال، اوتوديسك انستراكتور، اوتوديسك 3 دي ماكس بيتا تيستر وسيرتيفايد بروفيشنال وفي راي سيرتيفايد بروفيشنال من مركز المتحده. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، هو الاورجانيك ديزاين تكنيكس باستخدام 3 دي ماكس. طبعا ده هوت توبيك بالنسبه لنا، عشان خاطر في ناس كتير بتتساءل اذا كان ده كورس منفصل او حاجه بيتم دراستها، وهو عبارة عن تكنيكس فقط باستخدام أدوات إحنا درسناها قبل كده في مرحلة الموديلينج. مكونات الوركشوب حاولت أجمع بعض الأمثال اللي ممكن تكون موجودة عندنا ومحتاجينها في استخدامنا لعمل العمارة العضوية أو الأورجانيك موديلينج باستخدام الـ 3D Max، وإن شاء الله هنتعلم التكنيكس نفسها، يعني لو في أشكال مشابهة ليها إزاي نقدر نعملها، مش مجرد توتوريال اللي هو نقدر ننفذ على الشكل اللي أنا هشتغل عليه فقط. وهحاول قبل ما نبدأ أي سامبل من السامبلز الموجودة قصاد حضراتكم إن إحنا نراجع على الأدوات، ولو في أي تيبس أو تريكس نقدر نتكلم عليها قبل ما نخش ننفذ على طول. بينا نبدأ أول سامبل من الأمثلة بتاعتنا. ده السامبل الأولاني، هراجع على شوية أدوات صغيرة كده، وزي ما اتفقنا إحنا إن شاء الله هنراجع على الأدوات عشان أذكركم بيها قبل ما نبدأ عمل كل سامبل أو كل أوبجكت. عندنا الـ FFD أو Free Form Deforms، ده كان موديفاير كان يهمني فيه جدا الـ Control Points. الموديفاير كان بينزل على الأوبجكت بيخليني فريلي إن أنا أتحكم فيه عن طريق ما يسمى بالـ Control Points. عندي في الاري تول هي معروفه لحضراتكم، وانا بذكركم ان اقدر اعمل تكرار في الترانسفورميشن تولز، يعني في الموف او في الروتيت او في السكيل باعداد مناسبه. وعندي محتاج اعرف برضو انواع النقط اللي موجوده في اللاين، سواء كورنر واللي هي شارب ايدجز او سموث وزي ما ظاهر قصادنا، او بزير بيبقى فيه تو كنترول هاندلز، يعني تو تانجنت هاندلز دول بيكنترولوا السموثينج بتاع الفيرتكس. وهنا في بزير كورنر هي نفس البزير بس كل تانجنت هاندل منفصل على التانية، عشان كده بتسمى ببزير كورنر. تعالوا معانا لل 3 دي ماكس. ده اوبجكت بالنسبه لي، لو حطيت موديفاير اف اف دي فري فورم ديفورمز، عايز اذكركم ان 2 باي 2 باي 2 او 3 باي 3 باي 3 او 4 باي 4 باي 4 هي جاست الكنترول بوينتس نمبر على كل خط. يعني هنا هلاقي 3 نقط على الخط الاولاني، 3 نقط على الخط الثاني. لو جيت علبت على الكنترول بوينت معناها ان انا اقدر اسلكت الكنترول بوينت واحرك الاوبجكت فريلي في اي اتجاه. ويهمني جدا في الموديفاير ده ان انا اعرف اجيب الكنترول بوينتس منين واغيرها، لكن البارامترز هي ما بتهمنيش لان هو فري فورم. فري فورم يعني هو نوع من انواع الموديفاير زي ما احنا درسنا، مش محتاج له بارامترز عشان اشتغل عليه. هنا اقدر احرك واقدر اعمل سكيل برضو ببعد النقط مسافات متساويه ما بينهم. ده بالنسبه لموديفاير اف اف دي. لو رجعنا هنا وفتحنا تولز اري، هلاقي Array Transformation اللي هي تقدر تشتغل في الموف والروتيت والسكيل. لو انا هنا دوست قلت له عايز الكاونت 10، لازم اقول له بريفيو عشان يبدا يعرض لي. هقول له الدايركشن بتاعي في الماينس واي، بمجرد ان انا حطيت المسافه، المسافه انكريمنتال، يعني المسافه بين كل اوبجكت والذي يليه 40 سنتيمتر. لو محتاج اشتغل توتال، يعني من اول اوبجكت لاخر اوبجكت والعدد عندنا 10، يعني 10 في 40 هتطلع 400 سنتيمتر في اتجاه الماينس واي. في نفس الوقت ممكن اشتغل مش مجرد ان انا بحرك في دايركشن واحد، اقدر احرك في التو دايركشنز. اقدر اعمل روتيت هنا لو حطيت الانجل 5، يعني المسافة من البوكس ده للبوكس اللي قبليه، او مش المسافة قصدي الانجل 5 ديجري، من هنا اللي قبليه 5 ديجري، من هنا اللي قبليه 5 ديجري، يعني التوتال لو ضربنا 10 في 5 هيطلع من اول واحد لاخر واحد 50 درجة. ممكن هنا اكسباند الاري او الخرج بتاع الاري دوت، اقول له ابتدي اعمل لي ترانسفورميشن تاني بس هو بيشتغل موف بس، زود لي 10 كمان في اتجاه الاكس، وهزود في الاكس هنا واقول له 40 او 50 اهو بالمنظر اللي قدامي. ممكن اقول له زود لي 10 كمان للريزلت او النتيجه اللي خارجه في اتجاه الزد، واضيف 50 كمان
يبقى انا عملت اري للاوبجكت اللي موجوده. نوع الاوبجكتس اللي خارجه كابي انستنس ريفرنس زي ما احنا درسنا قبل كده الكلونينج او النسخ للاوبجكت. انستنس معناها ان البارامترز هتتنفذ لكل واحده على حته. تعالوا ندخل دلوقتي على المثال اللي هنطبقه ان شاء الله. لو ظهر عندي هنا رسمت بكل بساطة بالـ2D shape، رسمت SB line. لو جيت للـ SB line حطيت modifier extrude، هطلع extrusion 2 متر، هاخد shift واخد نسخة تانية، ده كده cloning، هقوله copy بس، هتأكد إن هي مش خارجة بره الجسم، هنزل للـ SB line وديها outline. بأماونت مناسبة همسح الـ SB line الخارجية، يبقى أنا كده عملت واحدة داخلية وواحدة خارجية. ممكن نزود دي شوية نخليها 92، نقدر نميزهم بالماتيريال أو بألوان مختلفة. هعمل للـ two objects group. لو جيت فتحت هنا Tools Array هقول له أنا عايز ال Count، هعمل Reset لل Parameters، هقول له أنا عايز ال Count هسيبه 10 دلوقتي لحد ما أظبط الارتفاع. هطلع في اتجاه ال Z، هتأكد بس إن مفيش فواصل، بعد ما رفعت الـ Object قدامي هزود العدد، عشان الشكل يبتدي يتغير. لو رجعنا كده للشكل اللي احنا محتاجين نوصله هنا، عشان الشكل يبتدي يتغير طبعاً الـ SB line اللي رسمته كان فيه انبعاج أو سنة non uniform مش circular. في نفس الوقت لما اديله روتيشن هيبتدي الانبعاج يتغير معايا على حسب الروتيشن اللي انا خدتها زي المنظر اللي قدامي دوت. هرجع تاني للماكس، هنتفرج كده لو اديها نسبة روتيشن صغيرة بيبتدي للأوبجكت يحصل له الفورمة ديت. نقدر نزود 50 أو نقللها شوية، سيبها 48. أوكي، هرجع تاني للشكل، أقدر أسلكت على كل الـ Objects ديت وأحط عليها Modifier FFD. لما Modifier FFD ينزل على الـ Objects ديت بيعملها كأنها Object واحد. همسك الـ Control Points، هاجي للجزء اللي تحت هنا هعمل Scale، هبتدي أغير شوية. ممكن اجي للارتفاع الاخير، نقدر نعمل ريندر ونشوف الشكل النهائي بتاعنا. ده بعد الريندر تم قدرت اوصل للشكل ده. لو عدنا نفس اللي احنا عملناه تاني مع تغيير الكروس سيكشن، ده كروس سيكشن مختلف، هقول له convert to editable SP line. أقدر أعمل ريفاين، نغير شوية في الشكل،
أعيد تاني الإكسترود هعمل نسخة هدخل أعمل لها outline نمسح الـ SCP line الخارجي نغير الارتفاع أغير الماتيريال شوية هناخد الـ two object وننزل عليهم array أول ما أقوله preview هيديني برضو نفس الـ sequence لو دوست على العدد أقدر أغير العدد أقدر أعمل select عليهم ونمسك الـ control point ونمسك ده من جوه هنا يبقى أنا عملت الـ object بالمنظر ده ولو عملنا render هنلاقي نفس الـ object ده الرندر وده طبعا بيفتح لنا مجال وزي ما اتفقنا مش الاوبجكتيف بتاعي ان انا ارسم المشروع ده او ان انا اوصل له الاوبجكتيف بتاعي ان انا اعرف التكنيك التاني اللي هنتكلم فيه هنتعلم ازاي نعمل النون يونيفورم سيرفيسنج باستخدام تكنيك بسيط خالص وهو تكنيك الباتش سيرفيس وهو عباره عن موديفاير سيرفيس على الاس بي لاينز وهيكون معانا المثال دوت هو عباره عن كالتشر سنتر بتاع زي حديد هنعرف ازاي نعرف نعمل التغطيه المبدئيه بعمل النون يونيفورم سيرفيسنج محتاجين نراجع على شويه حاجات في الاس بي لاينز هنفتكر في الاس بي لاين ان احنا لو عندنا تو فيرتسيز بينهم بيكون سموثينج في حاله لو انا مختار الفيرتكس دي مثلا سموث في حاجه عندي اسمها ستيب الستبس دي موجودة في قائمة الانتربوليشن لما بزود الستبس اللي بيحصل ان السموثينج بيزيد عندي طبقا للرقم اللي انا بحطه يعني دي ستيب واحد هنا هيبقى السموث تحس ان في ستيب واحدة هنا ستيب اتنين هنا ستيب تلاتة هنا ستيب اربعة واضح ان الستبس ديت بتكون في الفيوتشر بعد كده سيجمنت يعني لو لاحظنا هنا لو حطيت اكسترود على الاس بي لاين وانا في الانتربوليشن مدي 3 ستيب الاقي بتوين تو فيرسز يعني كل 2 فيرتكس بينهم 3 ستيبس لما عملت اكسترود اتحولت الستيبس دي لسيجمنت وبكده بقيت انا بسهوله لما اعمل اكسترود اقدر اتحكم في الستيبس او اتحكم في السيجمنتس الفيرتيكال بخلاف الهوريزونتال الموجوده في الموديفاير عادي مفيش مشكله هنا لو اخترت Optimize بيشوف الستريت لاين ويشيل منه الستبس على طول ففي حالة وانا عامل اكسترود هلاقي هنا الستريت لاين اللي موجود قدامي ما فيهوش ستبس وبالتالي ما فيهوش سيجمنتس بعد الاكسترودجن لما بختار Adaptive هو بيقفل لي العدد خالص وبيعمل لي اوتوماتيكلي تشيك رايت على Optimize حتى لو هي مقفولة يعني بيخلي لي الشغل عندي Optimized ما فيش في الستريت لاين سيجمنت وفي نفس الوقت بيزود لي عدد من السيجمنتس او الستبس على اللاين اللي بتخليه لي سموثينج في الشكل عندي يبقى مهم جدا نعرف الستبس الاس بي لاين عندي شويه اوامر هقولها بسرعه في الاس بي لاين الويلد ان انا بقدر الحم ما بين اتنين فيرتكس بس اهم حاجه اعرف الثري شولد الرقم اللي بيتكتب جنب الويلد والثري شولد ده لازم يكون المسافه بين التو فيرتسيز ويزن الثري شولد يعني هنا لو دي 10 يكون الثري شولد عندي 10 وشويه عشان يقدر يحصل عمليه الويلدنج كونكت هو بوصل باتنين فيرتكس الكروس انسرت اللي هو ما بين اتنين سيجمنتس متقاطعين على اس بي لاينز مختلفه اقدر احط تو فيرتكس في معلومه مهمه جدا الفيرتكس ما بتشيلش اكتر من اتنين سيجمنت يعني لو جيت هنا انا عامل خلاص ويلد وعندي فيرتكس شايل اتنين سيجمنت لو جيت اعمل ويلد تاني مش هيحصل معايا فيوز هي بتجمع بس الفيرتسيز مع بعض ما بتعملش الحام او حاجه كروس سيكشن بتوصل الفيرتسيز ما بينها وبين بعضها على نفس الشيب طبعا كل رقم بيتوصل بالرقم التاني
ريفرس هي بتعكس لي الأرقام، بس بتخلي هنا رقم واحد. أول ما أدوس ريفرس على الإس بي لاين رقم واحد، هنا بتتقلب لآخر رقم اللي هو بتعكس الأولاني آخر واحد، والآخر واحد بيبقى الأولاني. السيرفس موديفاير اللي هنستخدمه، السيرفس موديفاير لازم عشان يشتغل ينزل على تقفيلة بتلاتة أو أربعة سيجمنتس اللي هو البوليجون عندنا بالأخص. لو العدد اكتر من كده السيرفيس موديفاير هينزل. حتى لما بنيجي نعمل احنا شبكه كده عشان نحط عليها السيرفيس موديفاير، بنوصلها من جوه على اساس ان هي بتتقفل يا 3 يا 4، وبتتقفل معقوده، يعني هنا في 2 فيرتكس، هنا في 2 فيرتكس، هنا في 2 فيرتكس باستخدام كروس انسرت. الحاله دي موديفاير سيرفيس يشتغل معايا، لكن لو في حاجة تانية مختلفة قطعت أنا الفيرتسيز أو قسمت العدد، لو جيت عديت هنا لقيت 1 2 3 4 موديفاير سيرفيس يشتغل، لو لقيت رقم أزيد في عدد السيجمنت موديفاير سيرفيس مش هيشتغل معايا. تعالوا نروح لل 3 دي ماكس بسرعة كده، نراجع على الكلام اللي احنا قلناه. هاجي على اللاين هنا دي بزيير، وعشان اسهل عليكم 1 و2 و3 في الكيبورد هو الشورت كات الاختصارات بتاعت السلكشن، هدوس موف دبليو هقدر احرك الهاندلز. ده واضح عندي العدد بتاع الستيبس، لما بقلل العدد بيقل معايا 1 2 3، وده اللي بيفرق معايا بعد ما بعمل اكسترود. ده بالنسبة للستيبس، هعمل اكسترود كده. هنتفرج مع بعض دلوقتي على العدد بتاع السيجمنتس. ده الاكسترودجن تم، هرجع هنا اقول له وريني الاند ريزلت. كل ما بقلل العدد كل ما بيقل في السيجمنتس. طب احنا بيحصل عندنا مشكله في ايه لما نيجي نعمل اكسترود ونقول عدد السيجمنتس مش كفايه؟ عشان خاطر لو جبنا اللاين اخلي بس دي البيزير او السموث والباقي ستريت. في الحاله دي احنا على طول متعودين ندوس ادابتيف. أضفت شالت السيجمنتس من الستريت وبقى التوزيع بتاعي مش منتظم، لكن لو شلتها أقدر أحط العدد، والعدد على حسب السيجمنت نفسه. هنا محطوط 8، لو عدينا هنلاقي 8، عدينا هنلاقي 8، عدينا هنلاقي 8 على حسب السيجمنت. كل سيجمنت اتحط له 8 ستيبس، يبقى قدرت أتحكم بالستيبس وقدرت أتحكم بالسيجمنتس بعد ما عملت اكسترود. هاجي هنا تاني في اللاين، لو قفلت اللاين شكل مثلث وقفلت بشكل مربع وقفلت بشكل خماسي، عندي الثلاثة دول لو حطيت عليهم موديفاير سيرفيس هقول له بس اعكس لي الوش والظهر فليب نورمالز. لو سحبت الموديفاير ورميته هنا هيشتغل معايا، لكن في حالة حاجة غير المثلث والمربع، أو مش هقول مثلث ومربع، عدد السيجمنت الثلاثي وعدد السيجمنت هنا رباعي، موديفاير سيرفيس مش هيكون أكتف معايا أو مش هيشتغل. لما نيجي تاني نشتغل ونعمل شكل السيمتري، السيمتري أنا قصدي فيه سيمترية عدد النقط وليس سيمترية الشكل نفسه. عايز الشكل ده اقفله واحط عليه موديفاير سيرفيس، والموديفاير سيرفيس هيكون هو القوه الكبيره جدا اللي هتدخلني في النون يونيفورم سيرفيسنج عن طريق الباتش تكنيكس. هقول له كرييت لاين، لازم طبعا نفس الشيب. هفتح السناب، لو خدت بالكو انا بحاول احط سيمتريه في العدد. هقول له كرييت لاين تاني، كده عملت كرييشن ليه، كده في سيمتريه. ناخد بالنا ان انا عندي لو هنا فيرتكس واحده مش اتنين فيرتكس، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي موديفاير سيرفيس لما يجي يعد عد دي واحد، ما شافهاش كانها سيجمنت هنا، السيجمنت شافه على سكيل كبير، فعشان كده العد بتاعي ممكن يحصل فيه مشاكل ويحصل اوفرلاب في السيرفيس. تعالوا نحط موديفاير سيرفيس دلوقتي مع بعض. موديفاير سيرفيس لو نزلنا تحت واحنا فاتحين الشو اند ريزلت نقدر نمسك ال تو فيرتكس ونحركه،
نقدر نستخدم القوة بتاعة الـ Vertex Types اللي احنا شرحناها في المثال اللي فات. نقدر نيجي ندوس كليك يمين ونشغل Smooth، نقدر نعمل كده ونقول عليه Smoothing. نقدر نستخدم البزيير عشان نتحكم في الكيرف. ممكن أعمل كده، أدوس F3 أمسك البزيير اللي تحت النقطة وأقدر أتحكم فيه، أقدر أعمل حاجة بالشكل ده. يبقى هي دي القوة بتاعة الباتش تكنيك. ولو جينا الموديفاير سيرفيس، الأوامر بتاعته بسيطة جدا. في الباتش توبولوجي الزيادة هي معناها زيادة السموثينج. فليب نورمالز يقلب الباك فيس فرونت فيس والعكس. ثري شولد لو لاحظنا إن هنا لازم يكون نقطتين موجودين على الخط عشان يشتغل معايا. نركز هنا تاني، لو النقطتين بعده السيرفيس بتاعي بيختل. فالثريشولد هي المسافة اللي يقدر من خلالها يحس بالنقط ديت. انا مرجحش ان احنا نزودها، انا ارجح تكون التو فيرتسيز موجودين على بعض وده افضل. وده باستخدام فيوز اللي احنا راجعنا عليه. لو جيت تحت هنا فيوز بتجمع لي النقط مع بعض وما بتلحمهاش، لان هنا مش هينفع ويلدنج اكيد عشان خاطر دي خلاص كل نقطة معاها 2 سيجمنتس. ولازم نحط في دماغنا برضو ان السيجما الفيرتكس الواحدة ما بتشيلش اكتر من 2 سيجمنتس. ممكن بعد كده اشتغل بالشكل ده، اعمل له كونفيرت تو اديتابل بولي، بقى خلاص اديتابل بولي واقدر اكمل شغل عليه. اقدر احط له شيل واحوله ل 3 دي، لان هو في حالة عدم وجود شيل فهو سيرفيس بس، مبقاش 3 دي جيومتري. طبعا في الريندر شغال معايا ومفيش اي مشاكل. هنروح للسامبل بتاعنا دلوقتي. اهم حاجة لازم يكون عندي reference، لازم يكون عندي reference صورة او concept، في سواء freehand sketch او بلانات اقدر استخدمها على الماكس عشان قدر الامكان افوكس على التولز بتاعتي. ما اقدرش افوكس على الديزاين والتولز في وقت واحد، بيكون الموضوع صعب شوية. هاجي هنا هجيب صورة هرسمها على البلان ده، اقول له مثلا mirror، اغير الاتجاه بتاعها. لو اداء العرض فيها مش مظبوط او مبكسل شويه، انا اقدر اخش على views viewport configuration على display performance اللي هو اداء العرض، واخلي التكتشرز في الفيوبورت تتعرض مثلا ب 1080. هنلاحظ كده الريزوليوشن بقى احسن شويه. بالنسبه للصوره بتاعتنا كان مفيش مشكله في الاول، بس ممكن صور تانية نقدر نستخدمها كريفرنس تعمل لنا مشاكل. هدوس عليها right click، هخش على الـ Object Properties خصائص الـ Object، هخلي الـ Visibility فيها قليلة 0.2 أو 0.3 عشان خاطر لما أجي أرسم أعرف بكل بساطة أشوف النقط بتاعتي وأشوف الـ SB Line. هشيل الـ Show Frozen in Gray عشان لما أعملها Freeze ما تتحولش اللون جراي، لا يتعمل لها Freeze ويفضل شكلها in Gray. ممكن ما أعملهاش Freeze دلوقتي لما أظبط كده. انا ظبطت عندي، ابص في الفرونت فيو اهي الصورة مظبوطة معايا. ممكن اظبط الاسبيكت ريشيو بتاعها على حسب الريفرنس اللي عندي لو انا عندي مقاسات. بعد كده هعملها فريز، الفريز حصل معايا عادي ما تحولتش اللون جراي عشان نشيل صح من على شو فروزن ان جراي. هبتدي اشتغل بالاس بي لاين. واول نصيحه احب اعرفها لكم ان قدر الامكان نقلل من عدد النقط المستخدمه. يعني هاجي هنا احط نقطه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. عدد النقط لازم يكون قليل. كل ما يكون قليل كل ما يكون عندك فرصه ان انت تستخدم الكيرفيتشرز بتاعت بزير والقوه بتاعت الاس بي لاين. هقول له رايت كليك، اختار هنا بزير، وهنا كذلك، وهنا كذلك. انا ممكن ادوس ريسيت تانجنتس يجيب لي التانجنتس كده قصاد عيني. اقول له ادابتف عشان يخلي لي الستبس كويسة ناحية الكيرفز. نفس الكلام هنا بزير،
طيب بعد ما بظبط اللاين بتاعي هاخد منه نسخة تانية بالعمق، لو انا عندي بقى البلان ظاهر معايا فاقدر اخد نسخة. في البرسبكتيف هيظهر معايا بالمنظر ده طبقا للصور بتاعتي. يعني انا دلوقتي قدرت اعمل الكيرف ده، هاخد نسخة قدام شوية كأني واخد كده نسخة من سيكشن، وفي نفس الوقت هبتدي اوصل دول ببعض واحط موديفاير سيرفيس وهنشوف الشغل هيبقى عامل ازاي. الميزة ان انا خدت نسخة ان نفس عدد النقط، يعني لما استخدم الاداة اللي احنا افتكرناها في الاول اداة كروس سيكشن هتوصل لي كل نقطة برقمها، رقم واحد بواحد بواحد، رقم اتنين باتنين باتنين على الاس بي لاينز المختلفة. هاجي هنا للنقطة ديت هغير السيكشن خالص، خلي بالنا نقدر نعمل ريسيت تاني لو في مشكلة في الهاندلز. تقريبا السكشن الداخلي، وانا هحاول ان شاء الله هنزل لكم ريفرنسز عشان نشوف احنا بنتكلم بايه. لو جينا بصينا كده على السايت، لا مش سايت فيو ده برسبكتيف عادي، بس نقدر ناخد بالنا هنا انا بحاول قدر الامكان امسك السكشن ده وارسمه داخلي، لان انا الاوبجكتيف بتاعي ان انا اعمل الجزء الاول الفري فورمينج ده هيبقى التاسك بتاعنا، فعشان كده انا برسم السكشن او امتداد السكشن. ولو في اللي بعده واللي بعده اهم حاجة نعرف التكنيكس، وبعد كده هنقدر ايه نطبق لو في حاجات مشابهة ليها. تمام، الميزة اللي موجودة عندي ان الاس بي لاين ده والاس بي لاين ده نفس عدد النقط، انا هعمل لهم اتاتش كده بقوا 2 اس بي لاينز تحت شيب واحد، فيقدر يتفاعل معاهم بقى لو انا بعد كده ان شاء الله هنستخدم كروس سيكشن. هيبقى الجسم ده مع الجسم ده كروس سيكشن بالمنظر ده. اكيد زي ما انتوا عارفين في الكونسبت بتاعنا ان دي ليها عمق شوية لقدام، بكده اقدر اضيف موديفاير سيرفيس ونبدأ المرحلة الأقوى بعد كده وهي مرحلة التيونينج. الستيبس بتمثل لي العدد، مش هقول عدد بقى، بتمثل لي قوة السموثينج بتاعة موديفاير سيرفيس. تعالوا كده نخرج لبره شوية ونبدأ التيونينج، بمعنى إن أنا هحول النقط دي كلها عندي لبزيير، لأن بزيير هيبقى فيه كنترول عليها عالي جدا. نبدأ نوصل بالكيرفيتشر، لو دوست F3 خلي بالك هنا المرحلة اللي جاية دي ما فيهاش علاقة بتولز خالص، هي ليها علاقة بقوتك في النافيجيشن والحركة في الفيو بورت. وما ننساش في شورت كاتس مهمة جدا زي Alt MMB اللي هو الماوس ميدل بوتوم، ده لو أنا عايز أعمل نافيجيشن، ولو عايز أقرب زوم إن زوم أوت بالسكرول نفسها هدوس هنا على ال YZ وأثبت ال YZ. كده قدرت أطلع بالكيرف بتاعي. المفروض إن كل سايت ليه كيرف، ببتدي أستعمل البيسيير عشان أوصل للكيرفيتشرز ديت. وعشان نفهم أكتر إحنا عندنا هنا لو فصلناها السيرفس طبعا هيتفك، عندك في فيرتكس مع سيجمنت وليها الهاندل بتاعتها، وعندك الناحية التانية لو دوست كليك كده أهي فيرتكس مع تو سيجمنتس ومع تو تانجنت هاندلز. يبقى بكده أنا أقدر أكنترول أي كيرف، سواء الكيرف اليمين والشمال أو سواء العمق لو خط واحد حتى.
انا بدوس F3، F3 بتعمل لي show on off للselected sub option، يعني سوري F3 show on off للwireframe، F2 هي selected sub object بس دي في حالة انا بستخدم بوليجونز. هنمسك الجزء اللي ورا وهنمشي بنفس التكنيكس. خلي بالك انا لازم بما اني بتحرك في الثري دي يبقى انا على طول اعمل constraint على الترانسفورميشن عشان اقدر اوصل لأوبجيكتيف مظبوط. لازم اعمل constraint في كل حركة، لازم اجي هنا اكون عارف انا متحرك horizontal او vertical في انهي اتجاه بالظبط. واخدين بالكو هنا ممكن ننزلها طبقا للكونسبت بتاعنا. يبقى احنا لو لاحظنا كده الشغل العام بالادوات ما خدش بالنسبه لنا 5 دقايق، لكن الريفايننج هو اللي ممكن ياخد معاك ساعات عشان توصل لنتيجه انت راضي عنها. فعشان كده مهم جدا ان انت تعرف ازاي تتحرك في 3 دي ماكس، تستخدم ادوات النافيجيشن. المرحله الاولانيه خالص اللي انت بتتعلم بيها في 3 دي ماكس اليوزر انترفيس، انا بحسبها من اهم المراحل عشان اقدر اوصل لاوبجكتيفز مناسبه. بكده يبقى احنا قدرنا نوصل للغايه اللي احنا عايزينها. ممكن الحته دي انا لو عايزها كورنر اقول له لا دي خليها لي بزير كورنر، نظبط الجزئين دول يبقوا بالمنظر ده. طب ده ستيل سيرفيس، يعني ما اقدرش استخدمه كموديل وهو سيرفيس موجود قدامي. عشان اخليه كموديل لازم احط له شكل. النصيحه ليكم، انت لو عملت convert to editable poly للسيرفيس اللي قدامي ده هيظهر بالسيجمنتس عليه ومفيش مشاكل خالص، تقدر تعمل له شيل. لو انا عملت شيل الاول قبل ما اعمل convert to editable poly اقول له 0.5 متر، وجيت بعد كده عملت convert to editable poly هيحصل كولابس للشكل، لان التوبولوجي احنا عندنا لو فاكرين لما كنا بنعمل اكسترود، يعني احنا لما كنا بنيجي نحط موديفاير اكسترود على خط على اي حاجه هنلاحظ ان بيقول لك في الباتش والمش والنيرفس النون يونيفورم راشنال بي اس بي لاين كيرفز، ده طريقه من العمل السيرفيسز، والباتش الطريقه اللي احنا شغالين بيها، والمش هي الطريقه اللي بنستخدم بيها اديتابل بولي. فكان هو التوبولوجي او تكنيكس مختلف عن اديتابل بولي. فانا لو حطيت الاول شيل بعد كده حطيت كونفرت اديتابل بولي هيحصل كولابسنج ليها، لكن لو انا جيت هنا حطيت او عملت سوري كونفرت تو اديتابل بولي وبعد كده حطيت شيل خلاص بقى اوبجكت، يعني النصيحه ان انا ابتدي اعمل السيرفيس اروح اعمل على طول convert to editable body. نقدر طبعا قبل ما نعمل الكلام ده احنا ناخد الايجز، نقدر نمسك الايج هنا alt r اللي هي ring selection، ممكن اعمل connect، بعد كده اقدر امسك الايجز واقول له create shape from selection، هاخد الـ edges دي خطوطها الـ vertices بتاعتها linear، بعد كده أضيف الشل العادي هاجي select الـ SV line، أقدر أعمل له enable in renderer enable in viewport عشان يظهر عندي. ممكن نزود شوية الجزء ده عشان يبقى واضح. لو جيت حطينا بس ماتيريال تفرق الشغل عندنا، قول له اون فريز، لو جينا بصينا للواجهة بتاعتنا وعملنا كون ريندر وبكده الريندر بتاعنا خلص، هنقدر نتأكد ان احنا بكل بساطة من غير الرجوع لأدوات معقدة نقدر نستخدم اللاين وموديفاير سيرفيس في عمل النون يونيفورم سيرفيسنج للأشكال.
المثال التالت نتكلم مع بعض ازاي نعمل parametric design من اشكال free form زي ما موجود قصادي، او ازاي اعمل parametric wall زي ما ظاهر عندي هنا. طبعا في طرق كتير قوي، احب اراجع على شوية من الادوات قبل ما نبدأ فيها. هنا انا عندي السكشن في الشيبس، سكشن في الشيبس تقدر تمشي على السيركمفيرنس او المحيط الخارجي وتعمل لي اس بي لاين زي ما ظاهر قصادي. انا اقدر امسك الاس بي لاين ده واعمل له ويلد النقط بتاعته، لو عملت كونفرت تو اديتابل بولي بيتحول لسيرفيس، بعد كده بيبقى سهل عليا ان ادي شيل. وهفكركم بالاديتابل بولي اللي هي بتتعامل مع السب اوبجكت زي الفيرتكس والبوليجون والايدجز وفي البوردر والاليمنتس، بس اللي يهمنا هم دول حاليا. ده من الواضح التقسيمه الفيرتكس الايدج البوردر البوليجون الاليمنتس. وهنا برضو عايزين نعرف ازاي نعمل سيليكشن لوب. سيليكشن لوب والشورت كات بتاعها الت ال، ودي مهمة جدا في ان انا بقدر اتحكم بسهولة على الايدجز واعمل لهم سيليكشن. لو عملت الت ال هعمل لوب سيليكشن، هنا اقدر اعمل رينج سيليكشن اللي هي السيجمنتس اللي بارلل لبعض او الايدجز. واحب برضو افكركم بالسوفت سيليكشن والبين سوفت سيليكشن، لان الادوات دي هنقدر نستخدمها دلوقتي عشان نقدر نعمل البارامتريك ديزاين اللي احنا شفناه. وهنروح دلوقتي لل 3 دي ماكس الميثود بنتكلم فيها هنا. لو دخلت على الشيبس عملت سيليكشن، سوري سيكشن، هتلاقي ان السيكشن هنا بيقدر يحدد لي بداية الجسم. هدوس شيفت وهطلع بالسيكشن، نقدر نحط عدد لو عملت سيلكت على السيكشن وحركتها. طبعا هنلاقي كروس سيكشنز اللي هي مقطوعه دلوقتي بتتحرك معايا. في حاله ان انا اعمل كونفرت تو اديتابل اس بي لاين، كونفرت تو اديتابل اس بي لاين عملت لي الشيبس، بيبقى انا كده ما بقاش ان انا محتاج اخش على كل سيكشن واعمل كرييت شيب. خدت الشيبس معايا. المشكله دلوقتي اللي بتظهر لي في وجود الشيب ان انا لو عملت سيلكت على اي شيب فيهم هلاقي ان النقط كلها بعيده عن بعض، واللون الاصفر ده مبين دي الستارت بوينت، معناه ان الفيرتسيز محتاجه تتلحم الاول. عشان اعمل سيلكت عليهم كلهم وابتدي اديت الاس بي لاين، بيبقى اسهل عليا ان انا احط الاديت اس بي لاين هنا واعمل سيلكت على جميع الفيرتسيز. الملحوظة المهمة عشان الموضوع ده يشتغل معانا كويس من غير مشاكل، اهم حاجة الويلد ثري شوت. الويلد ثري شوت هي تقللها قدر الامكان يا اما توصل لزيرو، لان هنا لو الويلد ثري شوت زادت هيحصل مشكلة ان ممكن فيرتكس تتلحم مع فيرتكس تانية، ومهما حصل من جميع الويلدنج الخاص بالفيرتسيز يفضل ان في فتحة عندنا. طبعا المهم او المين اوبجكتيف بتاعنا ان احنا نعمل ويلدنج دلوقتي عشان يبقى الشكل ده مقفول. هدوس ويلد، ظهر كده اللون الابيض كله، معناها ان مفيش نقط متفرغة، يعني دلوقتي الشكل او الشيب متقفل مظبوط. لو دوست عليه كليك يمين وكونفيرت تو اديتابل بولي ابتدى يتحول لسيرفيسز زي ما ظاهر قصادي هنا. المرحلة اللي بعديها طبعا ان احتاج ادي للسيرفيس ده سيكنس، هدي شيل باماونت بالمنظر ده. لو جيت حطيت نفس الماتيريال مفيش مانع نحط ال UV W map اللي حضراتكم عارفينه عشان خاطر يظبط لي الماتيريال على الأجسام كلها. ولو عملت ريندر هقدر اشوف الشكل بتاعي بالمنظر ده زي ما ظاهر قصاد حضراتكم. قدرت كده انا اعمل السكشنز او اخلي الشرايح دي موجوده للشكل بتاعي. تعالوا نشوف طريقه تانية لنفس الهدف بتاعي ان انا اعمل بارامتريك ديزاين. الطريقه اللي احنا خدناها ممكن اقدر اعمل بيها الفورم اللي موجوده على الشمال قدامي هنا عن طريق ان انا بالايديتابل بولي بعمل حاجه فري فورم كده بسيطه، بعد كده ببتدي اقطعها باستخدام السكشن
والموضوع هيكون سهل معايا. لكن لو جينا حاولنا نخلي الشكل مختلف شوية، ازاي اعمل التغطية اللي موجودة على الحيطة هنا؟ هيبقى صعب استخدم فيها السيكشن لانها مش ماشية ستريت. فتعالوا نشوف تقنية تانية نقدر نستخدمها لعمل الكفرينج اللي موجود على الوول. هفتح دلوقتي الـ 3D Max. ده حيطة معمولة بمجرد اس بي لاين ومعمول له اكسترود. هعمل سيلكت على السيجمنتس، هاخد السيجمنتس الخارجية واعمل لها ديتاتش. كده اخدت نسخة منها. ممكن اعمل لها اوت لاين وامسحها على اساس انها تكون بارزة شوية عن الحيطة عشان ما تقابلش مشاكل، يعني هو سنة صغيرة. هنمسح باقي السيجمنتس. طيب هطلع بالخط معايا كده، لو رجعت للشكل هنا هلاقي فيه ان فيه ميل صغير ممكن نقدر نتكلم عليه كده بسرعة. مبدئيا انا لو حطيت موديفاير اكسترود، هقلب بداية الخط عشان خاطر بس ما يجيبليش الباك فيس. انا لو حطيت موديفاير اكسترود ودوست اف 4 هتلاقي ان في مشكلة بتقابلك، ان هي النمبر اوف سيجمنتس. دلوقتي انا محتاج السيجمنتس عشان خاطر اعمل الشكل واعمله فري فورم بكل بساطه، بعد كده اخد منه السيجمنتس، والسيجمنتس دي هتكون هي الشرايح بتاعتي واللي هستخدمها في التغطيه. بس المشكله لو انا ما قدرتش اتحكم في السيجمنتس، هرجع تاني افكركم اللي انا قلته في اول شرحي، ان انا ممكن اقدر ازود السيجمنتس لو شلت اوبتمايز وادابتيف بالنسبه لل2 دي شيب. هنا مع الزياده بتزود عدد السيجمنتس. المشكله اللي هتقابلنا دلوقتي ان في فيرتسيز قريبه من بعض، نقدر نمبروفايز كده ونحلها ارتجالا، ان احنا لو عملنا ريفاين بنفس المقاسات تقريبا كده قدرت اوصل الى حل مؤقت اقدر اساوي فيه العدد بتاع السيجمنتس، يا اما الحل التاني ان انا استخدم بدل المقاسات القريبة ابتدي ابعدها واستخدم البيزير والبيزير سموثينج. كده انا عملت عدد من السيجمنتس. لو جيت هنا طلعت فوق ونقدر نختبر الكلام ده، كل ما بقلل كل ما عدد السيجمنتس بيقل، كل ما بزود كل ما بحس ان عدد السيجمنتس زيادة. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هطلع هنا، لو انا محتاج دلوقتي انزل شوية الشكل هعمل سيلكت على الفيرتسيز بتاعتي، طبعا بتفرق معايا بزير عن بزير كورنر، واقدر اشتغل بالشكل ده كده. بس هو المشكله اللي هتقابلني الجزء اللي فوق، والقطعه اللي فوق نقدر بكل بساطه بعد ما نخلص نحط لها موديفاير سلايس لو عايزها ستريت، واقول له ريموف توب، وبالسناب اوصل بيها لحد الجزئيه دي. طيب انا هستارت دلوقتي الشغل بتاعي، هعمل convert to editable poly، هدوس رقم 2 واعمل select على الايدج واعمل loop alt واعمل اسف رينج بالت r. كده عملت select على كل الايدجز، هختار connect وازود عدد السيجمنتس. هدوس اوكي. لما جهزنا كده قصاد البلان اللي هرسم عليه هخش على السوفت سيلكشن
وابتدي استخدم البينت سوفت سيليكشن. البينت سوفت سيليكشن هستخدمها عشان ارسم الشكل اللي انا عايزه. عشان بس نفتكر البينت سوفت سيليكشن، هي كان فيها البراش سايز، المقاس بتاع الفرشه نفسه، وفي نفس الوقت اقدر احدد السيليكشن فاليو والبراش سترينث، قوه البراش نفسها. هي عباره عن الوان من اللون الاحمر، نيجي نشيل نبدا من تاني. اللون الأحمر ده معناها إن السليكشن بنسبة 100%، كل ما اللون بيبتدي يقل معناها السليكشن بيضعف. نقدر نحط شكل كده للسليكشن، ممكن نعمل ريفيرت. انفيرت معناها إن إحنا هنمسح من السليكشن، أقول له 0.2 ماكسيمم للريفيرت، والسترينث نخليه 0.2 برضو، يعني هو كده بيخفف لي شوية بنسبة 0.2. بلير كان بيسيح الأطراف عشان يبقى شكلها سموث. ممكن نقول له بنت ماكسيمم 0.2، عشان بس يبقى فيه تدريجة معايا. ونقدر نمشي على النهج دوت. لو جيت تتحرك دلوقتي عن طريق موف، المشكلة اللي أنا هواجهها إن أنا مش هقدر أحرك نورمال أو عمودي، فلازم أنزل تحت هنا وأختار في الكونسترينتس نورمال. لما اخترت في الكونسترينتس نورمال، لما اجي احرك هنا هتلاقي الحركة اصبحت عمودية على المكان اللي هو فيه. اختار نورمال اهو، يبقى انا قدرت اعمل تأثير بالمنظر اللي قصادي ده، بقى فيه تدريج فعلي. لو دخلت وعملت سيلكت على السيجمنتس بعد ما قفلت السوفت سيلكشن، واخترت السيجمنتس Alt L Alt R Create Shape From Selection، أمسح الأوبجكت نفسه، هاخد الشيب أقول الشيب Enable in Renderer، أغير المقاسات بتاعته، هقول 0.3 0.1 Enable in Viewport. هيظهر عندي الشيب بالمنظر ده. يبقى انا قدرت بكل سهولة وبساطة اظبط الفورم بتاعتي عن طريق السوفت سيليكشن. بعد كده باخد الشيب اللي ظهر وابتدي اعمل له انيبل ان ريندرر انيبل ان فيو بورت، هيظهر بشكل الشرايح مرسوم على نفس مكان. دي طريقة ضمن الطرق، تعد من الطرق السهلة جدا بس محتاجة تركيز في عملية البنت سوفت سيليكشن. السامبل وهنبص على الحيطة اللي على الشمال دي، الوول اللي على الشمال، هنشوف طريقة لذيذة جدا، ودي من الطرق اللي أنا بفضلها قوي لعمل المنظر البارامتريك ده. هاجي أعمل سيلكت وهرسم لاين، سواء اللاين ستريت أو لي كيرف. احنا ممكن نرسمه لي كيرف بسيط جدا كده، وأخلي النقط دي سموث. وهاجي ارسم لاين بالطول، اللاين ليه 4 فيرتكس. هاجي امسك اللاين الطولي ده واقول له انيميشن كونسترين، هختار باث كونسترين، معناها ان هو هيانيميت يمشي على الباث ده من الفريمز اللي موجودة عندي اللي هما 100 فريم. هخش على الايديتنج اللي خاص باللاين اللي هنا، هبدأ كالآتي. دي هعتبرها بداية الوول عندي، هايزوليت الشكلين دول، هعتبرها بداية الوول عندي. وعايزين نتخيل مع بعض ان الباث ده هو الطول بتاع الوول، وفي نفس الوقت اللاين هو اللاين
اللي هيتقسم بعد كده او هيتكرر، او الاداة اللي هناخدها اللي اسمها سناب شوت، هيقف كل وقفة بشكل مختلف. فاحنا محتاجين ندي شكل لللاين على مدار امتداده على الباث او الكونسترين. تعالوا نمسك اللاين تاني، ببتدي بفتح الاوتو كي وهي الاداة اللي بتسجل حركة الشكل نفسه. هيبدأ كده، همشي عند فريم 10، هقول نتحرك في الاتجاه ده، طبعا ممكن نخليهم سموث. عند فريم مثلا 30 هقول ان رجع تاني. عند فريم 50 ننزل شوية بالحركة. خمسة وستين طبعا لو عايزين نشتغل بزير نشتغل بزير مفيش مشكلة. أنا مبحبش بس أزود في السامبل بتاعي عشان خاطر الناس كلها تفهم. لو جيت هنا قفلت التسجيل بتاعي وعملت بلاي، هلاقي إن الخط بيتحرك على امتداده. تخيل انا لو جيت مسكت اللاين ده وقلت له enable in renderer enable in viewport، اديته الثيكنس اللي انا عايزه، عندي فيه أداة ظريفة جدا جدا موجودة في تولز اسمها سناب شوت. سناب شوت ده هو بديله رينج، الرينج بتاعي من 0 ل 100، وهقول له يطلع لي 100 نسخة، مش يعني متحول لهم convert to editable mesh. ولو دوست اوكي along الرينج دوت طلع لي 100 نسخة بالمنظر ده. دي من الطرق الجميلة والسلسة اللي اقدر بيها اعمل الاشكال بتاعتي من غير ما تسبب لي اي مشاكل. لو عملت select على الشكل ككل وحطيت له material، اقول له اليو في دبليو ماب، نقدر نمسح الشكل الاساسي لو عايزين نخليه مفيش مشكله. لو عملت ريندر للشكل اللي ظهر عندي ده الشكل النهائي للريندر. ملحوظة كمان، أنا مش شرط أعمل عدد النسخ للسناب شوت 100، أنا ممكن أزود عدد النسخ. لو زودت عدد النسخ أقدر أملى الفراغات هنا، في نفس الوقت ممكن أقدر أزود الويتس على حسب الديزاين نفسه المطلوب. الرابع بتاعي وده بسيط جدا بس هنراجع بيه على حاجات لذيذة جدا في Editable Poly. أولا أنا لما ببص للشكل لازم أدرس ايه الفورم اللي موجود عندي جاهز في 3 دي ماكس، سواء ستاندرد بريمتيفز او اكستندد، اقدر اوصل للشكل ده بسهوله. بعد كده ببتدي ارسم من هنا او ابتدي اموديل من المرحله دي. يعني هنا احنا عندنا في تولز نود تقدر توصلني للشكل اللي قدامي ده، فاجي افتح التولز نود في الاكستندد بريمتيفز، هطلع بيها. طبعا كان في اختلاف، لو جيت حطيت ال FFD 2x2x2 اقدر اضغطها شوية كده. هرجع للتورز نوت، هلاقي في عندي نوعين من السيجمنتس، السيجمنتس اللي جاية مع الكيرفيتشرز على طول التورز نفسها، وعندي السيجمنتس العرضية. فأنا محتاج أخلي السايدز بأربعة، هي دي السيجمنتس العرضية، وأقول له مش عايز سموث عليها، يبقى أنا عملت حاجة بالشكل ده. خلي بالنا برضو في الأنجل، لو أنا محتاج أغير في الأنجل بتاعتها
هنلاقي في التويست هي موجودة، بس أنا هسيبها زي ما هي وابتدي الديزاين بتاعي من المرحلة دي. عدد السيجمنتس اللي متقطعة على طول الشكل نفسه دي اللي هتفرق معايا جدا في الشبكة اللي هتطلع معايا، لأن أنا هحاول أطلع الشبكة من الشكل ده. هاجي هنا أعمل سيلكت على الإيدج بعد ما أحول الكونفيرت تو إيديتابل بولي، دوس رقم 2، دوس Alt L عملت سيلكت على الايدجز دي كلها. لو انا عملت سبليت يبقى انا كده قطعت الايدجز، ممكن اخد الجزء ده والجزء الداخلي كمان واعمل Alt L واعمل له سبليت، واجي اعمل سيلكت على الاليمنت ادوس رقم 5، كده بقى عندي الاليمنت ده واعمل له ديتاتش. لو رجعت عملت سيلكت على البوردر الداخلي للشكل بتاعي الشكل ده كده، وعملت سكيل ودوست شيفت، هلاقي ان انا اقدر انزل بالبوردر لحد ما اوصل ان انا اقفل الشكل. هعمل سيلكت على الايدجز ديت، هدوس Alt R يبقى انا خدت الرنج كاملة، وهعمل لها كونكت على حسب الشبكة اللي انا عايز اوصل لها، وهدوس اوكي. وبكده يبقى انا عملت الشبكة كلها. المرحلة اللي بعد كده هي ان انا احول الشيبس اللي قدامي دي لريندربل، اللي هو هعمل كرييت شيب فروم سيلكشن. بيبقى صعب ان انا اسلكت عليها، على الرغم ان انا ممكن اسلكت باي انجل عن طريق السليكشن باي انجل، او انا بفضل لان كده كده احنا هنمسحها وهنسيب الشيب نفسه، ان انا اعمل الت ال واعمل سبليت ليها. لما اعمل سبليت ليها تبقى هي كمان element منفصل، اصبحت element منفصل. اخد الاليمنت ده واعمل ديتاتش منه، بعد كده ارجع اسلكت الاليمنت واعلم على كل الايدجز وأقول له create shape from selection، همسح وأسيب الشيب، همسك الشيب وأخليه راديال، يبقى إحنا عملنا حاجة بالمنظر اللي قدامي ده. احنا مجرد بنفتح افكار، بنشوف ازاي نقدر بالإديتابل بولي نعمل اشكال مختلفة. هنخش على المثال اللي بعده، للمرحلة المهمة ازاي نعمل الباترنز المختلفة او تكون اورجانيك مثلا بشكل سيلولرز او الشكل اللي ظاهر قدامي ده. هراجع على شوية حاجات بسيطة كده. انا عندي الـ Edit Edges and Edit Polygons محتاج افكركم بـ Connect، وطبعا احنا راجعناها لسه من شوية، والـ Extrude لو انا هعمل Extrude لـ Polygon، وفي نفس الوقت الـ Inset اللي خاص بالـ Polygons. في عندي أداة اسمها Generate Topology. Generate Topology ده موجودة في الـ Editable Poly، هنلاقيها موجودة عندي في Edit Poly في الـ Ribbon Bar، وهبتدي اشتغل من خلالها عشان هبتدي اقسم الـ Skin اللي كانت موجودة قدامي في المثال. هندخل لل 3D Max، هبدأ كده خالص بإن أنا هعمل Create لبلان، حطيت له Number of Segments زي ما ظاهر قدامي. اول حاجه هعملها convert to editable poly. لما اعمل convert to editable poly اقدر اخش على generate topology، وانا عامل select على object عن طريق modeling polygon modeling generate topology. التوبولوجي اللي احنا محتاجينها عشان نعمل السامبل بتاعنا هي السكين توبولوجي. طبعا التوبولوجي لازم يتراجع عليها عشان لذيذه جدا وهنقدر نستخدمها باشكال مختلفه، او السكين توبولوجي
طلع معايا السكن توبولوجي بالمنظر ده، عايز ابتدي اخلي عندي الشكل مكثف في اماكن واماكن لا. يعني لو رجعت كده للشكل بتاعي، محتاج اخلي فيه جنريشن للسيل هنا، وبعد كده الايدج بتاعهم بيكبر او الحجم بتاعهم بيكبر بالمنظر اللي فوق. هرجع تاني للماكس. ازاي هنعمل الكلام ده؟ مجرد ما بجيب السيلكشن تول سواء البين سيلكشن، ابتدي اسلكت على مجموعة البوليجونز، مجموعة البوليجونز دي انا عايز الجنريشن بتاعها يزيد. بعد كده هنزل لتحت واختار تسليت تسليت، يبقى انا عملت اعادة لتقسيمهم من تاني، وهعيد تاني توبولوجي سكن. هلاحظ ان حصل نفس التوبولوجي، بس هنا السيلز وسعت لكن هنا السيلز اصبحت ضيقة. هاجي في السيلكشن، هرجع للسيلكشن العادي وابتدي اعمل سيلكت على البوليجونز. بعد كده هختار انسيت وهقول له باي بوليجون. المشكلة لو انا زودت الانسيت ممكن يحصل معايا ان في سيلز صغيرة خالص، فيحصل ان يحصل اوفرلاب في الفيسز نفسها، فانا هدي اماونت صغيرة. شايفين المشكلة ممكن تحصل هنا. بعد كده هفضل ان احنا نستخدم سكيل. سكيل هتفرق معايا جدا، لان السكيل ده على حسب كل بوليجون والتاني. يبقى انا عملت سكيل بالاماونت دي. بعد كده هنقدر نعمل اكسترود. الاكسترود هخليها بالماينس، مفيش مانع ان انا ادي ماتيريال دلوقتي، يا اما ادي اي دي. يعني ممكن افتح الماتيريال واقول له الماتيريال الداخليه هتكون غامقه شويه. بعد كده هعمل انسيت تاني، هعمل سكيل، ادي اكسترود واقول له الماتيريال الداخلية برضه هتكون بالمنظر ده. يبقى أنا عملت الشكل اللي ظاهر قدامي. لو جينا عملنا ريندر دلوقتي، هنلاقي بعد ما الريندر خلص ظهر لي نفس المنظر دوت. طبعا ده عرفت ازاي اقدر اتحكم في الويتس دوت عن طريق السكيل، والويتس ده كذلك، والباقي بس اكسترود. نخلي بالنا إن لو نفس الموديل ده احنا اضفنا عليه الميش سموث، ممكن بس ندي ماتيريال مختلفة. لو ضفت عليه الميش سموثين هقول له الاتريشن بتاعي باتنين، هيديني الشكل اللي ظاهر قدامي ده. نقدر نعمل ريندر ونشوفه، هيظهر معايا بالشكل ده، شكل اورجانيك عشان هو سموث او سوفت. ولو جينا قبل ما نضيف سموث وعملنا سيلكت على البوليجونز وعملنا لها ديليت ورجعنا تاني حطينا السموثينج، هنعمل ريندر برضو عشان ده محتاجه للباترنز اللي جايه. هيطلع لي بالمنظر دوت سموث خالص، والايدج باينه وليها كلر مختلف. ممكن نخليها نفس الكلر برضو، هتبقى كأنها بيفلد وظريفه قوي. تعالوا نخش على المثال اللي بعده. المثال ده مش هيختلف كتير، وهنعرف الطريقه اللي نقدر نجريت الاشكال دي بكل بساطه. اهم حاجه بس ان انت تعرف ان لازم البلوك يترسم الاول، يعني لازم الكتله تترسم. وتعالوا معانا في السامبل بتاعي هنا، ده عباره عن مثال خالص ان هما بلانين وتوصلت البولينج ببعض عن طريق بريدج في الايديتابل بولي، وفي نفس الوقت رفعت كده من البوردرز فوق وتحت. انا لو مشيت ان انا هعمل تسليت للاوبجكت نفسه عشان اقسمهم واخلي مفيش تنشن خالص في المنظر اللي قدامي. بعد كده هحط مش سموث، هستخدم النوع الكلاسيك من المش سموثينج
اللي هو لما بزود فيه السترينث او القوة بلاقي النقط قربت لبعض، فده ميزته ايه؟ ميزته ان هيديني تقسيمات بسايزز مختلفة، هنا المقاس هنا مختلف عن هنا عن هنا، اللي بعد كده هستخدمها ان شاء الله عشان اعمل الشكل الاورجانيك. بعد كده لو عملت vertex weld دي بتلحمل الفيرتسيس النقط ما بينها وبين بعضها، ولازم احط لها 3 شغل. يعني انا لو جيت بصيت كده في الشكل كده هلاقي النقط اتلحمت، لو انا 3 شغل قليل بلاقي النقط لسه ما اتلحمتش. كده انا ضمنت الحركة اللي انا عملتها اللي هي السترينس من المش سموث اللي سببت ان كان في نقط فوق بعض هتبوظ لي الشكل، الفيرتكس ويلد لحمتهم خالص وبقى الشكل ايه ماسك نفسه شوية. ممكن اضيف قبل كل ده، يعني مفيش مانع ان احنا كنا حطينا سن التويست عشان ندي شكل ظريف للفورمة بتاعتي. ونظبط السنتر بتاع التويستنج. هرجع للفيرتكس ويل، هكونفيرتو اديتابل بولي، وهنمشي الروتين بتاعنا العادي خالص ان انا هسلكت على البوليجونز، هعمل بعد كده انسيت، هقول له باي بوليجون، هسيبها بزيرو زي ما هي واستخدم السكيل. بعد ما استخدم السكيل هاخد نسخة وهنشوف ممكن نستخدمها في ايه، وهعمل النسخة دي هايد. في نفس الوقت هعمل سيلكت على البوليجون تاني واعمل لها ديليت. بعد كده احط لها شيل، شيل عشان تديها سيكنس مناسب. واحط لها مش سموث. هنلاحظ معايا السموثين ظهر بالمنظر ده، ممكن ازود الايتريشن لحد 3، هنلاقيها بقت ناعمة. ايه ميزة اللي انا عملته بان خدت نسخة تانية؟ النسخة التانية ممكن اعمل unhide وسلكت النسخة التانية، هديها نسبة سموثينج شوية كده عشان خاطر تبقى ملمومة نفس الجسم الخارجي عن طريق subdivision surface، واحط لها ماتيريال مختلفة. ولو انا جيت عملت ريندر للشكل اللي قدامي ده كان اقرب اكتر، الريندر موضح لي شكل الباترن وازاي قدرت استغل اي شكل انا هعمله. يعني احنا بس هنعمل الكونسبت. تعال نيجي لمثال تاني كده بسرعة. ده مجرد برضو الكونسبت مفهوش اي حاجة. لو جينا حطينا نفس الترتيب اللي هنقوله ان انا تسليت، هقسم البوليجونز، بعد كده هحط مش سموث بسترينث. وعشان نفهم حاجة مهمة قوي، الطرق دي امبروفايزنج، ارتجال، يعني الناس قعدت تجرب عشان توصل للطريقة دي. بس عايز اضيف هنا حاجة، انا لو كملت الشغل بتاعي هنا هلاقي الجزء اللي تحت ده برضو بقى كمان سموث. انا ممكن من اول الايديتابل بولي لو رجعت وعملت سيلكت على الجزئين دول وعملت ديليت، ايا كان اللي انا هعمله بعد ما احط المش سموثنج، الحتتين دول هيفضلوا اللي احنا بنقول عليهم كريس، يعني مش متأثرين بالسموثنج، وده هينفعني جدا لو انا عايز اثبت شكل زي ده على الارض. هرجع تاني، عملت المش سموث، هحط الفيرتكس ويلد، هديها اماونت، لسه في تو فيرسيز هم متلحموش فهزود الاماونت شوية. تمام، بعد كده convert to editable poly، هعمل select على البوليجونز، اختار انسيت باي بوليجون باماونت 0، اعمل سكيل، اوكي. ممكن اخد احتفظ بنسخة، كلون، كابي،
يا اما كنت بعد كده لما اخلص خالص اقدر اعمل بالبوردر اعمل لها كابينج، اعمل هايد للنسخه ديت، همسك النسخه اللي موجوده عندي دلوقتي هعمل ديليت ونعمل شيل، والشيل بيفرق معايا جدا في الباترن. يعني انا لو جيت هنا عملت شيل الاول وبعد كده عملت المش سموث، مختلفه عن ان انا اعمل المش سموث بعد كده الشيل. احط مثلا 3، الشيل بيفرق معايا هنا في العرض بتاع الباترن نفسها. لو انا جيت عكست مش هيطلع عرض، هتطلع بالظبط كأنها فتحة. فأنا لو حابب أختار حاجة زي كده يبقى أحط الشيل بعد المش سموث، لو أنا عايزها العرض نفسه أورجانيك يبقى أنا أحط الإيه؟ أحط الشيل قبل المش سموث هيطلع بالمنظر ده. هعمل أن هايد، ممكن الكتلة دي نديها ماتيريال كده والكتلة الداخلية نقدر نديها ماتيريال، وعشان خاطر زي ما اتفقنا إن هي محتاجة هي كمان شوية سموثينج شوية. لو دوست على الكاميرا وعملت ريندر هلاقي الجسم ظاهر عندي وظاهر الجزء الداخلي، وعلى حسب ما انا حابب اشتغل اقدر اعمل الاشكال دي بسهولة. يبقى هو عشان نتفق مع بعض كده، لو فرضنا ان الترتيب ثابت ان احنا نجنريت سيلز، فيبقى احنا محتاجين مجرد نرسم الكونسبت، يعني نرسم الشكل او الكتلة بشكل عشوائي خالص بنمبر اوف بوليجونز، تجيب البوكس تعمله اكسترود، بعد كده تضيف عليه الترتيب من الموديفايرز اللي احنا حطيناه ده، هيطلع الشكل اورجانيك بنفس الفورم ده. السامبل بتاعنا هنا محتاجين نركز شوية في السامبل، بالأخص الكتلة اللي على اليمين، بس أنا هبدأ دلوقتي من أوضح الكتلة اللي على الشمال نقدر نشتغلها إزاي بسهولة، بعد كده ننتقل للكتلة اللي على اليمين. تعالوا معايا في الـ 3D Max، هرسم سفير هبتدي اعمل هيمسفير، مفيش مانع نزود السفير دي الاماونت بتاعتي. بعد كده ادخل FFD هعمل convert to editable poly. في عندي أداة تحت اسمها paint deformation، أقدر بال paint deformation أمسك ال brush size اللي موجودة قدامي أزودها، وكل اللي أنا بعمله لما بضغط بال brush size بيحصل deformation للشكل بيخرج لبره، بس أنا هزود ال amount. أقدر أعمل paint deformation، لو أنا بعد كده عملت convert to editable poly وعملت select على ال edges، بس تعال ناخد بالنا هقول له generate topology. في topology ضمن ال topology بيقول لك it require one edge to be selected، يعني كده كده ال topology مش هتشتغل غير لما نعمل select على edge. لما اعمل select على edge ال topology بتاعتي بتشتغل، اقدر خلاص اسلكت ال topology واديها extrude بأماونت داخلي بسيط خالص. لو ركزنا هنا ال extrusion نقدر نشوف ال outline، خلي ال outline عندي كده وادي الاماونت بالماينس وادوس اوكي، يبقى انا قدرت اطلع التوبولوجي اللي موجودة عندي للشكل التوبولوجي ده. طبعا مفيش مانع لما نخلص بعد كده نبتدي نعمل بوليان ونعمل استراكشر خارجي، نقطع الجزء اللي تحت ونعمل له شيل، فده كله وارد. هاجي على الجزء التاني، يعتبر ده من الجزء المهم جدا، محتاجين نتعلم شوية حاجات بسيطة كده. هاجي افتح الـ Standard Primitives واختار منها الـ Tools العادي، هدي
يا شوية سايت. اوكي هحط موديفاير اف اف دي، ابتدي اعمل لها ديفورميشن بسيط. هعمل convert to editable poly، ممكن اعمل select على ال edges، اعمل alt l واعمل split، يبقى انا قطعت الجزء اللي فوق ده خالص. اعمل له detach ك element وابتدي اعمل عليه التأثير بتاعي. لو عملت select واخترت ال edge direction، غيرت ال edge direction كده، بعد كده هدوس على البوليجونز، هعمل select على البوليجونز، كليك يمين انسيت زي ما خدنا بالظبط، هقول له باي بوليجون زيرو، هعمل سكيل، يبقى انا بقدر كده اسكيل البوليجونز. هسكيل البوليجونز كلها لحد ما تبقى زيرو تقريبا واعمل ديليت. بعد كده هاخد الشكل ده اكرره مرتين، لما اجي اعمل سيلكت على البوردرز، فطبعا اللي احنا عملناه ديليت بقى كلهم بوردرز صغيرين ما نقدرش نشوفها، هعمل الت واطرح سيلكشن على الاتنين بوردر الكبار خالص. تخيل لو جيت عملت سكيل تاني للبوردر، هقدر افتح الفتحات دي. هنا هعمل سيلكت برضو للبوردرز، دوس رقم 3، اعمل سيلكت كله عدا الخارجي. بس المرة دي انا هتحرك ونورمالي، انا عمودي، عن طريق ان انا هجيب الكونسترين اللي موجودة في الايديت جيومتري اللي احنا خدناها واقول له نورمال، واتحرك كده باماونت صغيرة تديني الشكل اللي قدام. اللي انا هعمله هستخدم مورفر. مورفر ده موديفاير بيتعمل للوشوش بالاخص، عشان خاطر يخلي فيه تدريج بين حركة وحركة تانية، بس الشروط بتاعتها ان لازم يكون نفس عدد السيجمنتس هنا او الفيرتكس، هو اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا، عشان يقدر يمورف الاشكال بينها وبين بعضها. موديفاير مورفر هحطه على الشكل الرئيسي بتاعي، واجي في الموديفاير كل اللي انا عايز اعمله ان انا هحط الاوبشنز او الاختيارات بتاعتي من هنا عن طريق بيك اوبجكت، واختار الاوبجكت ده، اجي هنا بيك اوبجكت واختار الاوبجكت ده. لو جينا بصينا بقى على الاوبجكت الرئيسي اللي عليه موديفاير مورفر، لما بدي الاماونت بياخد نفس الاماونت او نفس التأثير بتاع الشكل التاني، هنا لما بدي الاماونت هياخد نفس التأثير. تخيل هدي النسبة من هنا على النسبة من هنا، يبقى خد لي التأثير اللي ظاهر قصاد حضراتكم. طيب تعالوا نرجع بقى نعمل حاجة ظريفة عندي. لو أنا فتحت السوفت سيلكشن وقلت له أنا محتاج أعمل بنت سوفت سيلكشن، يا إما أستخدم البنت سوفت سيلكشن يا إما أستخدم طول البنت العادي، والسيلكشن أديها فول أوف بأماونت كده ظريفة، واقدر اخد اجزاء واجزاء، لا اجزاء داخليه اجزاء خارجيه على حسب ما انا شغال، واسيب الباقي. هنا موديفاير مورفر لما هينزل دلوقتي هيتطبق بنفس النسب للتاثير، هيكون التاثير قوي عند الحته اللي فيها البنس اوف سيلكشن عالي، والتاثير ضعيف عند العكس. لما ادي النسب هيحصل عندي بالمنظر ده. يبقى انا قدرت هنا، قلت له وريني الاند ريزلت، اقدر اظبط التاثير بفلف لذيذ كده وانا شغال، واحدد فين النسب اللي انا عايز فيها التاثير قوي والتاثير ضعيف. بعد ما خلصت انا بس هعمل سيلكت تاني، هن اكسبت على كده. لو انا علمت على الشكلين دول وعملت لهم ديليت،
ستيل عندي الشغل اكتف ومفيش مشاكل خالص، وبكده قدر مورفر يحفظ لي بين الاشكال. لو مضايقني ان الحتة دي مش عايز هيبان لي فيها تقسيمات خالص، انا ممكن انزل موديفاير سموث، مش سموث، سموث اللي موجود عندي اهو، وعلي الانجل ثري شولد او اسيبها على حسب الاستخدام. هتلاقي الحاجات ابتدت تظهر قصادي سموثينج او لا بالنسبة للانجل ثري شولد، ده على حسب طبعا ايه لو انا احتجت اخلي الجزء ده سموث او لا. يبقى انا قدرت اوصل للباترن ده. لو حطيت شيل بعديها خلاص بقت شيل بقى ماونت وليها ثيكنس، والموضوع هيبقى ظريف معايا جدا. ده بالنسبة للفورم اللي احنا شفناها قبل كده او الباترن الموجودة عندي. تعالوا ناخد مثال تاني. هنيجي الباترنز إلى حد ما معقدة اللي هو صعب إن إحنا نوجدها عن طريق السيجمنتس عشان تبتدي تظهر بالنسبة لنا. هنشوف كده إزاي نقدر نعمل الباترنز دي بسهولة من غير ما تسبب لنا مشاكل ولا تتقل على الجهاز. هرجع لل 3D Max، عندي الشكل ده عايز أحط عليه نفس الباترن من الباترنز اللي إحنا شفناها. لو أنا فتحت الماتيريال ونزلت في مابة عندي اسمها الأوباستي، احنا في المابس عارفين ان هنا بتنفذ الفانكشن اللي موجوده قصادها، بمعنى الصوره بتتحط في الديفيوز بتظهر كامله. الباقي لو انا حطيت تدريجيا من اللون الابيض للون الاسود، فيبقى عندي اللون الابيض هو الماكسيمم بينفذ الفانكشن، الاسود ما بينفذش حاجه خالص، وبكده يبقى انا اقدر بسهوله انفذ اي فانكشن. فانكشن زي الاوباستي، الاوباستي يعني العتميه. لو انا حطيت لون ابيض معناه ان هيظهر اللون الاسود هيبقى ترانسبيرنت خالص، يعني مش هيظهر معايا. فانا لو جيت حطيت صوره، اخترت بيت ماب، اختار الصوره من الصور اللي موجوده عندنا، اختار دلوقتي الصوره دي، معناه ان اللون الابيض هيظهر. لو شفنا هتلاقي الماتيريال ظهرت لي بالمنظر ده، هقول له شو شادت ماتيريال، ممكن لما اخرج بره ان في بورت ظهر لي ترانسبيرنت كده. بكده قدرت احط الماتيريال على الشكل بتاعي. المشكله لو احنا جربنا نعمل ريندر دلوقتي، هنلاقي الريندر بتاعنا طلع مظبوط من غير مشاكل، بس المشكله ان احنا لو الشكل عندنا ده على سكيل كبير هنحس ان هو بلان خالص ملوش اي ثيكنس، وده بيديني تاثير مش مظبوط معايا في الشغل. ففي حل دلوقتي، الحل اللي متواجد عندي ان انا لو رجعت هنا وبصيت على الصوره، الصوره محطوطه في الاتجاه اللي خاص بالاوباستي. تخيل لو انا حطيت الديسبيسمنت الازاحه، فاللون الابيض هيبتدي يتعمل له ديسبيسمنت او ازاحه كده صغيره، واللون الاسود هيبقى شفاف. فلو نفس الصوره بنفس الترتيب بتاعها او بنفس السكيل بتاعها، فاللي هيحصل حتى لو حصل ازاحه فالاوباستي برضه هو اللي هيظهر. هنلاقي الجناب اللي ظهرت عندي او برزت برضه اتمسحت معايا. ازاي اطبق الكلام ده؟ هاجي احط في ري ديسبليس، وانا بفضل في ري ديسبليسمنت احسن من الديسبليسمنت اللي خاصه بالماتيريال. لو انا حطيت فيها نفس الصوره كده، هشيل البيت ماب وهنشوف الممكن اللي يظهر معايا ونعالجه ازاي، واحطها في التكتشر، هقول له كابي نسخه، هخلي الاماونت مثلا 4 متر. هاجي هنا كل اللي عايز اعرفه الايدج لينس، الايدج لينس دي كل ما بقللها كل ما النويز اللي بتظهر دي بتخف عندي، نفس الوقت الاماونت هي الديسبيسمنت او الازاحه اللي هتتعمل. هعمل ريندر دلوقتي، ابتدى الريندر يظهر، وزي ما واضح قدامي هنا المشكله اللي بتقابلني اللي نفس الصوره، فلما بيحصل ديسبيسمنت او ازاحه في نفس الوقت بيطبق عليها اللي هو الامر بتاعنا الاوباستي. فعشان كده ممكن اغير في سكيل الصوره شويه، بمعنى اخلي الاوباستي نفسها حجم اللون الاسود بتاعها اصغر شويه من الديسبيسمنت، وبكده قدرت افصل ما بينهم. لو انا رجعت تاني همسك جزء بس احاول اعالجه، ورجعت للصوره هنا وزودت فيها التايلينج برقم صغير خالص، فالصورة زي سكيلها صغر أو انكمشت شوية، إنها قل 4، الأماونت كتيرة جدا 4.
هعمل ريندر للجزء ده فقط. هنلاحظ قصادنا هنا، شوفوا الاختلاف بين الجزء اللي على الشمال، ان ابتدت الاوباستي تسمع في الديسبليسمنت اللي حصل، لكن هنا بما ان الاوباستي دخلت جوه شويه عن طريق السكيل اللي انا عملته، فابتدى يظهر لي الديسبليسمنت. طب هنرجع نقول ايه اللي موجود هنا. اللي موجود هنا بيبقى طبقا للريزوليوشن بتاع الصوره نفسها، فده ما فيهوش مشكله بالنسبه لنا. في نفس الوقت بيفرق معايا كل ما اقلل الايدج لينس كل ما يكون الجوده احسن. الكلام ده انا بحتاجه على مسافات، يعني انا لو عامل سكيل كبير مش هحتاج ان انا اظهر فيه الجزء ده كله، بس محتاج اتليست يبان لي لمعة ان هو 3D مش ان هو 2D. فعشان كده اقدر استخدم الجزئية دي معايا. نقدر نقلل تاني ونعمل التست ريندر، واضح بالنسبة لي ان هو افضل لاني قللت الارتفاع شوية او الديسبليسمنت شوية. والطريقة دي بيبقى سهل إن احنا نستخدمها لعمل الباترنز اللي صعب علينا تواجد السيجمنتس بتاعتها، وأنا أفضل الطريقة ديت برضو في حالة إن احنا ما نحطش موديفاير ديسبليس، لأن الموديفاير ديسبليس بيحتاج أزود السيجمنتس بمعدل عالي جدا، فساعات بيأثر لي بسلب على الرامات عندي في الجهاز. الأخير وطبعا وليس الأخير في محاضرتنا إن شاء الله، ازاي عن طريق لاي اوت نقدر نعمل مدينه قريبه من الشكل اللي موجود قصادي هنا. هخش ال 3 دي ماكس، عندي لاي اوت زي اللاي اوت اللي موجود عندي ده، محتاج ابتدي اطلع بيه بكتل. الكتل دي مرسوم عندي الانر والاوتر بتاعها. ممكن ادخل وابتدي اعلم على الاس بي لاين، الاس بي لاين الخارجي ده هعمل له ديتاتش كابي، اخد من النسخة، احاول احتفظ بنسخة واتعامل بنسخة. لو عملت اكسترود وشلت الكاب انر واوتر بقى عندي الجزء الخارجي ده. زي ما عرفنا قبل كده ان احنا نقدر من الايديت اس بي لاين نتحكم في السيجمنتس عن طريق الانتربوليشن وادابتيف، هقلل مجموعة السيجمنتس خالص، اخليها مثلا عدد 2 او ممكن نخليها بواحد كمان، وهبتدي في الاكسترود ادي رقمين واطلع بالشكل كده. هعمل convert to editable poly، تخيلوا لو مسكنا الشكل الداخلي وجينا هنا في normal في الكونسترين حركنا شوية كده فرقناهم عن بعض. الطبيعي انا او الغرض بتاعي ان انا هبتدي اقفل الشكل في نفس الوقت وانا مشغل النيرمس سب ديفيجن. هفتح النيرمس سب ديفيجن، لو بصيت على التوب فيو هبتدي اقفل الشكل، اظن شايفين المنظر. هقفل النورمال عشان اتحرك فري، طبعا بتحتاج شوية وقت الأمثلة دي. هاجي هنا ادوس رقم 2 اعمل سيلكت على الاتش والاتش واعمل لهم بريدج. نحط سيجمنت في النص ما بينهم، ندوس رقم 1 أكمل شغل. نفس الكلام همسك الإتش هنا والإتش هنا وأبريدج، أمسك الفيرتكس تاني، هنحتاج نعمل بريدج.
ممكن طبعا تجرب الجزئية ديت، هي ما فيهاش حاجة غير إن إحنا لازم ناخد وقتنا عشان خاطر نطابق الأجسام على بعض، أتليست في البداية، وأنا هحاول أسرع فيها شوية. في الحالة دي الشورت كاتس مهمة جدا جدا، هتوفر لنا وقت رهيب، لأن أنا ما بضيفش أداة زيادة، أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بتحرك بنفس طريقة الكاركتر موديلنج، مفيش غير أداة أو أدتين أنا شغال بيهم بشورت كاتس، وبعد كده بيبقى مهارتي في إزاي أتحرك في البرنامج. نيجي للجزئية دي محتاجين نقفلها مظبوط. بعد كده الجزء المفتوح ده مش هعمل له بريدج، هعمل له ويلد. نقدر نشيل النيرمس عشان نتأكد. تعالوا نبص هنا، يبقى عندي الفيرتكس دي. لو مسكت البوردر وقلت له اعمل لي كابينج، قفل ديب كابينج زي ما احنا شفنا. هنفعل النرمس تاني ونشوف التأثير على الشكل. في جزء هنا مفتوح، ممكن امسك البوردر مرة كمان، أجي أعمل كابينج بالشكل، هيظهر معايا بالمنظر ده. نقدر نتحكم في الديفورميشن، أنا بدأت المنظر اللي قدامي لو عملت سيلكت على البوردرز الخارجية كلها، اللي فوق يهمني بالأخص اللي فوق، مش هيهمني اللي تحت، لو عملت لها سكيلينج بقت معايا زي كده. انا ممكن اعمل شيفت واتحرك بالبوردرز واطلع بيها، وبعد كده ابتدي اعمل لها سكيل، بعد كده اقدر ادوس شيفت تاني، بعد كده اعمل سكيل على حسب الشكل اللي انا حابب اوصله. انا هكتفي بالمنظر اللي قدامي دوت. هدوس convert to editable poly. المفروض تظهر عندنا segments، بس محتاج احط mesh smooth، دي حاجة bug في البرنامج. دي ظهرت عندي كده segments. ممكن نرجع قبل ما نعمل convert نقلل ال smoothing خالص. انا هقول له undo، قلل ال smoothing وحطها من mesh smooth. أخلي الإتريشن 2 و convert to editable poly، أحط mesh smooth من غير إتريشن خالص، convert to editable poly عشان خاطر تظهر عندي. دي في 2018 ما بيظهرش غير لما أحط mesh smoothing. أدوس رقم 4. لو أنا عملت select على جزء وجزء التاني لأ، بعد كده دوست شيفت، هاجي هنا كذلك هدوس شيفت. شيفت بيختار البوليجون اللي جنبيه، بسلكت السايد بوليجون، بعد كده بيختارهم كلهم،
بعد كده ممكن استغل دول لوحدهم منفصلين، هعمل ديتاتش كأوبجكتس منفصلة. لو جبت الماتيريال عشان افرقهم عن بعض، اختار ده الجزء الخارجي هديله ماتيريال، وممكن امسك الجزء التاني اللي هو دوت اديله ماتيريال مختلفة. لو جينا هنا عملنا ريندر للشكل الخارجي بتاعنا، طبعا زي ما ظهر قصادنا في الريندر. وانا عايز انبه بس ان دي مجرد افكار، والافكار دي نقدر نطورها عشان نوصل للكونسبت او الشكل اللي احنا عايزينه. وحابب كمان اوصل لكم ان ده كلها عبارة عن تجميع لافكار، يعني ممكن احنا نولد افكار جديدة، مش شرط ان احنا بس نشتغل بنفس الاوامر اللي احنا خدناها. دي مجرد افكار وليست ادوات مختلفة عن اللي تم دراستها او اللي حضراتكم درستوها بالنسبة للموديلنج قبل كده. وان شاء الله هنكون مع بعض، ولو في افكار جديدة، لو في اي حاجة ظهرت جديد، هنحاول قدر الامكان نواكب التكنولوجي ونقول لكم اي جديد ونضيفه لكم. اتمنى ان انا اكون قدرت افتح افكار ليكو، وان شاء الله هنحاول قدر الامكان نتابع مع بعض. لو في افكار مختلفة نقدر نشارها لكم عن طريق فيديوهات، تقدروا تتابعونا عن جروب 3D Max Monsters، وده الاكاونت الخاص بالفيسبوك، وده الاكاونت الخاص بصفحة المتحدة Training Center. وشكرا لحضراتكم.